جيت كده كلوزت بنظام الاوبن بنظام انا الفيديو كلوزت التزييف وده اوبن بنظام صح وده الباب بتاع الفونز يبقى كل الدايموند اللي انت شايفه ده انا اوبنت الكلمه الفورس ليمت واضح يكمل بعد كده جوه مع السنترال كانال اوف كلوزد بنظام اما جبت لك المره اللي فاتت كتاب وقفلت لك الكتاب ده صح وقلت لك الكتاب ده لو انا قفلته كده يبقى في هنا سنترال كانال اوف كلوزد بنظام ونتفتح من فوق كده على الفورس ليمت صح دي بنظام من ورا دي ظهري من ورا ماشي تعالى بقى نبص على مين على الفورس ليمت كده عرفنا قدامه مين وعرفنا وراه مين ماشي الكلام؟ طيب تعالى بقى قول لي الكوميونيكيشنز بتاعهم، المرة اللي فاتت انا جبت لك الفورس فينتك بتاع على بعض كده في الامتحان. اكتب لي الفورس فينتك، ليه؟ ليه؟ هل هو عشان يفضل يديني حاجات صغيرة في الاتمي؟ لا، لأني بقول لك برضه روح كده رحلة لمستشفى دريش واسألهم كده عندكم يا جماعة كام عيان عنده اوبستراكشر في حتة من الهايبر كيف من الفورس فينتك ده. عنده اوبستراكشر والسي اس اف اتجمع جوه مخ العيل الصغير ده وخلى راسه قد كده شفتوا المنظر ده قد كده؟ هايدروكيفالس على كده؟ مين اللي عمل المنظر ده؟ اوبستراكشر فورس بنت فهو مش تعنت هو حاجه مهمه ليك كدكتور المهم ليك كدكتور مهم في الامتحان اللي مش مهم ليك كدكتور انساه وانا ضميري مستريح ماشي؟ طيب يبقى الفورس فينتركل ده الكوميونيكيشن بتاعه قال لك ركز معايا ده كوميونيكيتنج فوق مع السيرد فينتركل عن طريق القناه اللي قلنا عليها اللي اسمها سيريبرال اميدالا حلو وكونتينوس تحت مع المضله عن طريق الكنال دي اللي اسمها سنترال كنال اوف كلوزد مضله مش دي كلوزد مضله ودي اوبن مضله؟ ايوه حلو الباوندرز بتاعته يعني ايه؟ انت بتقولي ان هو دايموند شيب عامل زي معين ايه حدوده من فوق وايه حدوده من تحت الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت حدوده من فوق انهي سيريبرال بدانكل عايز اسال سؤال هو ده باك اوف بونز ولا باك اوف مضله لحد هنا بونز باك اوف بونز وده مضله باك اوف مضله باك اوف اوبن مضله ولا كلوزد مضله اوبن مضله ملتزم وده الباك بتاع مين الكلوزد مضله ايه الحدود ما بينهم ما بين الباك بتاع البونز والباك بتاع الاوبن مضله فايبرز ماشيه بالعرض اللي انتوا شايفينها دي اسمها ستراية يعني فايبرز ميدالاريس يعني مضله ماشي اسمها ستراية ميدالاريس ماشي الكلام؟ طيب فاصله ما بين الاوبن مضله فوق والاسفل باك اوف بونز فوق والباك اوف اوبن مضله طب حدود الدايموند ده لو انت بتكلمت على حاجه شكلها عامل زي معين اثنين دراعين من فوق سيريبرال بدنكلز من فوق اللي هيوصلوا الايه الدراعين اللي فوق دول ودراعين تانيين تحت اللي فوق دول يبقى اسمهم سوبيريور ولا انفيريور سيريبرال بدنكل سوبيريور سيريبرال بدنكل واللي تحت اللي انا شفتهم في الباب بتاع المضله انفيريور سيريبرال بدنكل يبقى دي حدودي تمام طيب طب وانا تحت لو دول انفيريور سيريبيلر بدنكل هل بيقابلوا بعض كده زي هنا؟ ولا كان في اثنين انيفيشنز في المضله ورا واثنين جنبهم؟ الاثنين اللي جنب الميد لاين كان اسمهم جراسين ولا بيودين؟ جراسين. والاثنين اللاترال بيودين وفكرتك المره اللي فاتت قلت لك ايه؟ جراسين جوه فاكرين؟ الجراسين ده جوه والبيودين بره يعني لاترال حلو؟ تعالى قول لي بقى الفلو يعني ارضيه الفورس بنتك دي عباره عن ايه؟ انا باصص من ورا الباب بتاع المضله اوبن مضله والباب بتاع المضله كلوز مضله والباب بتاع البونز الناس اللي ذاكرت المره اللي فاتت عارفه اللي ما ذاكرتش مش هتعرف حاجه طبيعيه ماشي؟ قال كان في ديبريشن كده تحت وديبريشن فوق سميت الديبريشن اللي تحت inferior phobia ولا superior phobia؟ inferior phobia وديبريشن فوق سميته superior phobia ولا inferior phobia؟ superior phobia حد سمع كلمة فوبيا دي قبل كده في الأناتوم؟ قبل كده برافو عليك ممتاز في الهيد اوف فيما فوبيا يعني ايه ديبريشن؟ ديبريشن صغير
ما اقدرش اقول عليها فص، انما ديبريشن صغير. هنا برضو كده ديبريشن صغير، هنا اسمه انفيرور فوبيا، ديبريشن صغير هنا اسمه سوبيريور فوبيا. وبعدين رتبت لك الحاجات، قلت لك 8 10 12 فاكرين؟ 8 ده العصب رقم كام؟ فيستيبيولو كوبيا. 10 العصب رقم كام؟ فيجاس. اسمه ايه مش رقم كام؟ هنا هايبوجلوسري. 8 10 12 رتبهم لي. مين اللي بتوين التو لمبس بتوع الانفيريور فوبيا؟ رقم 10 10 فيجاس صح؟ هسألك في الامتحان العصب المينيتيال للانفيريور فوبيا يبقى هايبوجلوسري ولا فيستيبيولو كوبيا؟ هايبوجلوسري. هايبوجلوسر تريانجل او هايبوجلوسر تريانجل. العصب اللاترال المره اللي فاتت كان اسمه فيستيبيول. ادي 8 10 12 خلصنا. شفتوا في ثانيه ازاي؟ حلو. تعالى لا يا بابا خلصنا الباب بتاع البروكن نيرف بتاع اللور بول ماشي؟ تعالى للجزء اللي فوق اللي هو مين؟ الباب بتاع البونز. لقينا في السوبيريور فوبيا وبعدين لقينا كوره. قلت لك الكوره دي اسمها فيشر نيوكليوس. هل الكوره دي جواها النيوكليوس بتاعت الفيشر نيرف؟ لا، دي حواليها فايبرز لفه حوالين الكوره دي هي الفيشر فايبرز. انما من جوه العصب رقم كام؟ 6. الكوره دي عباره عن ايه؟ قلت لك عباره عن نيوكليوس. العصب رقم 6 زي البقره اللي ملفوف عليها خيط، او الكوره اللي القطه بتلعب بيها دي كوره وحواليها خيط. الكوره العصب رقم 6، مين الخيط اللي ملفوف حواليها؟ 7. واضح؟ عشان كده الناس لما شافوها سموها فيشيال كريتيوس. واللي جوه النيوكليس اللي جوه هي النيوكليس رقم 6. بينهم وبين الفيشيال كريتيوس دي لاترال ليها فوبيا اللي انا سميتها سوبيريور ولا انفيريور فوبيا؟ سوبيريور فوبيا، مفيش ولا كلمه جديده. لاترال ولاترال قلت لك الفيستيبيولر هي العصب بتاع السمع والاتزان ده، الناس تنزل من المراجيح بتاعت الدريم بول والحاجات دي عندها فيرتايتو صح؟ عماله تبدا تلف بيها، ليه بتلف بيها؟ استيميوليشن في العصب ده رقم فيستيبيولر كوبلير ده ماشي؟ رقم 8. طيب قلت لك الفيستيبيولر انتي اريا كبيره فواخده اللور بارت والابر بارت صح؟ فبلاقي هنا وهنا فيستيبيولر كده، يبقى دي 8 10 12 وده كده 8 ابر فيستيبيولر اريا ولور فيستيبيولر اريا. حلو جدا. تعالى كده بقى قول لي لو الفرامنه اللي انا قلت لك عليها، ايه الفرامنه دي؟ قلت لك ده انا وراي ضهري ده وراه كده السيربيلا وفي خرم من الناحيه دي وخرم من الناحيه دي اسمه اللاترال خرم ده واللاترال خرم ده اسمهم فورامين اوف لاشكا. الراجل اللي سمعنا اسمه افرض ده اللاشكا اللي بحرف ال ده بيمثل اللاترال فورامين ولا الميديال؟ اللاترال. السي اس اف اتكون جوه البرين وخرج من الخرم ده وخرج من الخرم ده وحمل برين والسباينال كورد من بره ماشي؟ وفي فورامين تاني اسمه فورامين اوف ماجندي. واحد سمعنا اسمه ده عباره عن الام عن الام الميديان فورامين. يعني ايه كلمه ميديان فورامين؟ يعني لو انا ظهري ده في السيربيلوم، السيربيلوم ده في خرم في النص كده يطلع منه السي اس اف. افرض الفورامينه دي قفلت، الفورامين اوف لاشكا او الفورامين اوف ماجندي دول قفلوا، ايه اللي يحصل؟ هل السي اس اف اللي عمال يتكون في اللاترال فنتركل وفي الثيرد فنتركل وفي الفورس فنتركل هل عارف يطلع بره البريك؟ لا، يقعد ياكيوميليت ياكيوميليت جوه البريك بتاع البيبي تمام؟ وبعدين ايه اللي يحصل؟ السكالب بتاعت البيبي دي هل السوتشرز اللي فيها قفلت مع بعضها؟ لا، لسه عنده موبيلتي. وده ليه ربنا ما قفلش السوتشرز دي؟ ان هما لما بيجي يتولد ربنا ما قفلهاش ليه؟ عشان يحصل اوفر رايدنج كده وهو نازل من ايه؟ من الفاجينا بتاعت مامته، البوتس تقدر تطلع بعدها شويه. فبالتالي اللي يحصل؟ يقعد يتجمع السي اس اف جوه، الحنفيه مفتوحه اللي هي عماله تصنع سي اس اف، والايه؟ يقول لك والبلاعه مسدوده. يعني ايه البلاعه مسدوده؟
محدوده، يعني الفلويد مش عارف يطلع، تمام؟ يقعد يأكيوميليت السي اس اف جوه راس البيبي لحد ما يبقى راس البيبي مليانه ميه، ميه يعني هايدرو، وراس يعني ايه؟ كيفالس. كونديشن اسمها هايدروكيفالس. اسمها ايه يا ولاد؟ هايدروكيفالس. تعرفوا دول العيال بيعملوا فيهم ايه؟ حد عنده اي كده كلينيكال سنس كده؟ بيركبوا لهم ايه يا ولاد؟ شنط. يعني ايه؟ يركبوا لهم حاجه من اول البريم بتاعهم تمشي تحت السكين كده، تشوفها يعني ماشيه تحت السكين بتاع رقبته كده لحد البريتونيال كافيتي. موجودين في برنيش كتير كتير قوي قوي قوي، ماشي؟ الواد مولود كونجنتالي بالفرامل او فلاشت او ماجنتي مقفوله، دي الام الهبله صح؟ اللي بتستنى لحد لما الفلويد يأكلت كل ده. الام الناصحه بتعمل ايه بقى؟ بتاكزامت ايه في البيت؟ الفتحات اللي في راسه صح؟ اسمها ايه؟ فونتانيلز. فاكرين حاجه زي كده؟ الفتحات اللي في راس البيبي الام تطمن عليها ان هي بتقفل. دكتور الاطفال يتاكد ان الفتحات مش هتعرف، يقول لك اوعى تلمس راس البيبي، ده راس البيبي طريه. ليه طريه؟ علشان مفتوحه، في فتحات في راس البيبي. فبالتالي الام تتاكد ان الفتحات دي بتقفل مع الوقت، المفروض بتقفل. الاول بتادمت صباعه ونص، وبتقفل نص صباعه كل ست شهور. يعني المفروض عند سنه ونص تكون قفلت كمان، تمام؟ طيب تعالى بقى، بيقول لك ايه؟ سؤال ام سي كيو. ا 9 مانس اولد انفانت، طفل عنده 9 شهور، بريزنتد از سين ان ذا فامينج بيكتشر، باين كده جاي لي في العياده بالمنظر ده. وات وي هاف؟ معلش انا مش فاهمه. بصي يا مرعي، بصي انت فاهمه لحد، فاهمه لحد دلوقتي مع ان المكان ده بيفرز سي اس اف، وفاهمه ان المكان اللي اسمه فورس فيرتيك ده بيفرز سي اس اف، وفاهمه ان المكان ده فيه خرم من هنا كده بيطلع السي اس اف يحمي الفريم من بره من جوه، فاهمه لحد كده؟ طيب افرضي الخرم ده اتقفل، اللي بيطلع السي اس اف من جوه الفريم والسباينال كورد يخليه بره، افرضي اتقفل، ايه اللي يحصل؟ يطلعوا بره البريك. البريك بتاعنا ده مستحمي كانه متغطس كده في اناء كبير زي حوض السمك كله ميه، فاهماني؟ يعني البريك، برافو عليكي، حوالين البريك من بره كله ميه، وحوالين السباينال كورد من بره كله ميه. قلت لك بدليل ان احنا لما ناخد هيب تروما البريك ما يجيش يبقى ايه تاتش مع السكار بونز الهارد دي، ماشي الكلام؟ تمام. افرض دلوقتي بقى الفرامل ده اتقفل، ايه اللي هيحصل؟ الفلويد هيتجمع جوه، يقعد يزيد يزيد يزيد، ماشي؟ يضغط على البرين تيشو. يعني انت لو شفتي البيبي ده تلاقي البرين تيشو بتاعه ده بقى ورقه كده، ورقه بره، حاجه ضعيفه جدا. ليه؟ السائل ده عمال يضغط عليه يضغط عليه في الفراغ، مش جوه السيريبرال مسير ده في فراغ اللي هو اللاترال فنتري كده، عمال يضغط عليه، وده عمال يضغط عليه، وده عمال يضغط عليه. طب اخبار السكال بتاعت البيبي دي، هل هي السوتشرز بتاعتها مقفوله لحمه فراغ كده؟ لا، دي بتتحرك صح؟ فبالتالي تسمح لراس البيبي انه يتمدد. يبقى هنا عمال فلويد يتكون ومش عارف يطلع، فاهماني؟ مش عارف يطلع بره، هو لما بيطلع بره بيبقى ابزوربت من السكار بوتس دي من جوه، يبقى ابزوربت يعني في سيركيوليشن فيه، فاهمه الفكره؟ هو عمال يتكون وما بيطلعش، فيضغط على راس البيبي ويخلي راس البيبي تفضل تكبر تكبر تكبر، مفيش حاجه مقفله، مفيش سوتشر مقفول، فاهماني كده تمام؟ اللي مش فاهم حاجه اسمه، تمام؟ طيب تعالى بقى نبص على ايه؟ على الام سي كيو. بيقول لك a 9 months old infant، طفل عنده 9 شهور جدا بالكونديشن اللي انتوا شايفينها دي. What is the possible site of obstruction؟ ايه اللي اتقفل عند البيبي ده؟ هل السنترال كانال اوف سباينال سوري هل الفرامل اوف ماجنتي اند لاشكا؟ ولا هل السنترال كانال اوف سباينال كورد؟ ولا فيرست فيتريكل ولا ترمينال فيتريكل؟ فورمن، برافو عليك، وفي ماجنتي اند لاشكا. ماجنتي يعني الميديال فورمن، ولاشكا يعني التو لاترال فورمن. حلو. تعالى بقى عشان خاطر الدكتور اللي قال لك احنا ما خدناش البيس بتاع البرين، تمام؟ بص احنا دلوقتي وصلنا لحد فين كده عشان نفهم ده كده الاندر سيرفيس بتاع البرين، ماشي الكلام؟ وبعدين اللي هو فوق الكبير قوي ده البريد اللي فوق، تمام؟ وانا ده ميد برين وبونز جسمي ومدلل رجلي، ورايا الفورس فنتركل وراكب فوق السيربيلو، تمام كده؟
من تحته، من تحت البريك كده، لو انا بصيت عليه من هنا كده الاقي تحت المكان كده اللي في النص ده. ممكن حد يقول لي المكان ده بين السيريبرال بدانكن ولا بين التيك توك؟